اهلا وسهلا بك مجددا زهور. طيب طبعا انت مستشفى قابله ان شاء الله. الحمد لله. فموضوعنا اليوم هو الولاده في المنزل. كثير من النسوان بوضعوا في المنزل اذا كان بدون قصد او بقصد، خاصه في المناطق اللي شويه برا وهنا في جمينة كمان. طيب شنو اضرار الولاده في المنزل؟ والله اختي فتحيه موضوع مهم جدا، ونشكرك على الفرصه اللي فتحتيها لنا. واول باول البيئة غير نظيفة وغير معقمة صحيا، الأدوات اللي بيستخدموها لاستقبال الجنين غير معقمة. تاني حاجة، مرات ممكن يصير تعسر في الولادة، التفاف حبل السري حبل رقبة الجنين، احتمال الانفصام في المشيمة، يعني مشاكل صحية كثيرة ممكن نواجهها في المنزل. لو كانت موجودة في المستشفى ممكن الدكتور بيقدر بيتصرف. وكذلك أهم نقطة هي تاريخ الطبي للمريضة. تاريخ الطبي للمريضة شنو؟ إن المريضة يعني أنت ما عارفي شيء عليها كاستشفى أو كقابلة، تجي تجيبيها تستقبليها في حالة ولادة، أنت ما عارفة عندها ضغط، عندها سكر، عندها مشاكل في القلب، عندها أمراض صحية، أنت ما عارفة شيء عليها. ده مشكلة كبيرة. لو كانت في المستشفى تحت الملاحظة ممكن يسووا لها تحاليل، يعرفوا ضغطها، سكريها، أمورها تمام. ومرات حتى يعني في مرات المريضة تقول لك أنا ما عندي ولا ضغط ولا سكر ولا شيء، لكن في ضغط أو السكري بيجي فترة الحمل فقط. أيوة، فترة الحمل تجي لو كانت متابعة مع الطبيب، الطبيب بيديها علاج وبتتبع التعاليم، بعد الحمل الضغط أو السكري برجع طبيعي زي أول. لكن أنت تجي في البيت وتلدى ولادة في البيت، ده يعني بسبب مشاكل كثيرة. دكتورة، هي شافت أختها ولدت في البيت وجارتها ولدت في البيت، فخلاص هي بتقول عادي، يعني ما في أي شيء. لا، يعني زي ما يقولوا كل بطن وعجبها. يعني مرات أنا نلدة في البيت أموري تمام والحمد لله تسهلت بي، المريضة الآخرة ممكن تتعسر بها. يعني ما كل الناس زي سوا، يعني فين ممكن ديك ما عندها مشاكل وما عندها شيء كله، يعني ولدت ولادة طبيعية. ممكن ديك ممكن قبل ده والد اثنين ثلاثة، دي ده هابن بكيريا. الناس ما بيفهم، بقول لك أنا لا ولدت أختي، أنا كنا نلدة هناك في البيت يعني. وده خطأ كبير، يعني إحنا ما كل واحد يعني زي الآخر. طيب ساش فهم، في حالة مثلا أنا أصلا عاملة تحاليلي ومراجعي ومطمئنة على صحتي من جميع النواحي، ما ممكن نوضع في الفرج؟ لا، التحاليل ما بتحدد لنا إنها تلدي في البيت. قلت لك يا البيئة مشكلة، كمان القابلة التي بتختاريها كلها، مرات تكون القابلة يعني ما متدربة. ما بتعرف يعني ممكن ما عندها ممارسة بس. أيوة، ما عندها خبرة. كلها مشكلة. شيء تاني، مرات حتى الجنين يحتاج لحضانة، ما يعني ما في البيت. ده كلها نقطة مهمة. أيوة، ده كلها مهمة. أحيانا الواحدين بيلجؤوا للنسوان الكبار اللي عندهم خبرة في الولادة، بقولوا نادوا خالتي فلانة ولا جارتنا فلانة أصلا. أيوة، ده فتيات، ده خاصة في الريف. أيوة ها، في الريف صح، لكن ده خطأ كبير. يعني ما ممكن يعني انت بس يعني مجرد ان يعني اخذك ولدت وكذا، ولا في ان هي دي قبال ده ولدت، يعني خلاص انت كلها تسوي زيها. ممكن تحصل حاله طارئه. المستشفى ده اهم شيء ترى. انت في المستشفى ده اهم شيء تكوني تحت اشراف طبيب. يعني مرات تصير لك نزيف، مرات انفصام في المشيمه، الجنين مرات تحتاج لحضانه، مرات تحتاج لعمليه قيصريه طارئه في نفس اللحظه. مرات حتى حوض المرأة يكون ما هنا ولادة طبيعية أصلا. مرات حتى الجنين يكون ضخم حجمه. طيب مثلا في حالات اضطرارية، مثلا مسافة بعيدة، الشخص ما قدروا لحقوا يمشوا ودوا المستشفى، أو في حالات مثلا الوالدة عصرتها أصلا في عيون، أول ما الطلقة تجي على طول بتلدى، ده يعني كيف قضاء الله وقدر، يعني خلاص هي ولدت في البيت ده. أيوة. نحاول البكان اللي هي بتلدى فوق يكون نظيف معقم نظيف، الأدوات اللي بنستعملها لاستقبال الجنين تكون نظيفة. بعدين شيء آخر، يعني بعد اطمئنينا على الأم وولدت كل شيء، ضروري نقلها للمستشفى. ضروري تكون تحت بعد الولادة الطبيعية في البيت وكل شيء، إلا لازم لأن شنو بيعطوها علاجات لبقايا الفضلات في الرحم وكذا، وبدوها تغذية لأن الأم بتكون فقدت قدرتها، يعني كأن بتكون يعني فقدت دم كذا، بدوها علاج وبدوها تغذية يعني مقوية. بتمئنوا على صحة. أيوة، وبتقعد ملاحظة 6-7 ساعات تحت إشراف الطبيب. ده إذا ودوها للمستشفى. أيوة، إذا ودوها مثلا لا قدر الله ما مشت المستشفى، قاعدة في البيت ده بسبب لها مشاكل كثير، مضاعفات، ومدخلها في أمراض ومشاكل في غنى عنها يعني. طيب زهور، مثلا في حالة أنا
دائره بوضع ومشيت شل دكتوره اصلا متخصصه، تواصلت معاكي على اساس ان انا اليوم المحدد لي كده كده ونكون على تواصل معاكي، وبتجي مجهزه اصلا حاجاتك. فبيكون في اشكال في البيت ولا الا بالضروره مستشفى؟ لا ضروري مستشفى. هي قبل كل شيء انا نقطه واحده بدور بتكلم على اختي فتحيه، هي المتابعه قبل الحمل. المتابعه قبل الحمل دي يعني احنا كثير من التشاديات ما قاعدين بتابعه. تجي لك ده الا في اخر لحظه في الحمل، او تجي لك يعني حست بالم. تجي ده مشكله كبيره، والدكتور ما عارف البيها ولا عليها. تحتاج في بدايه الحمل تحتاج لفيتامينات مقويات، الدكتور يعني بشيف ضغطها سكريها، بشيفها متابعه بالايكو. هل الجنين ده في وضع الطبيعي؟ هل الجنين ده يعني ما جاي برجله؟ ايوه. فضروري ضروري يعني تكون المتابعه، خاصه الامهات الكبار بسرعه. انت في البيت بس احنا زمان ده ايامنا كله مولدنا في البيت كثير وشيء جرينا ما في داكونه وداكول اتناكو. ده خطا كبير يعني. هسه الطب تطور والدكاتره كلها ما شاء الله يعني ما مقصرين. فأكيد معناها أنت تقصدي المشاكل اللي قاعدة تجي دي كلها من عدم الاستخدام السليم مثلا للأدوات غير نظيفة وحاجات زي دي. أيوة البيئة والأدوات يعني غير نظيفة وغير معقمة طبيا. يعني أنت تمشي المستشفى ده يعني تلقي غرفة العمليات أو غرفة الولادة تكون معقمة طبيا جاهزة. يعني استقبلوك أحسن استقبال. الطفل ذاته يعني بعد ولدتي ضروري يحتاج لحضانة، يحتاج طبيب أطفال يشيفه. أيوة يشيفه ويعرف يعني يعني لو في مشاكل ولا كده يقدر يكتشفها مبكرا. في حالات قوي بيقولوا احنا اصلا لا بنمشوا لقابله ولا بنمشوا المستشفى ولا اي شيء، هم بوضعوا نحيتهم في البيت. ده خطا. خطا كبير يعني نفس الكلام اللي سبق وقلتيه. يعني خطا كبير يعني المفروض ان احنا يعني نحاول نوعوهم للعوين دول. يعني فهموهم ان ده خطا وضروري يتابعوا عند طبيب ويمشوا. يعني حتى انت مثلا طبيب تكون طبيب معين. طبيب ده مثلا اخوك ولدت في بكانه ولا انت تعرفيه من قبل تقولي الطبيب ده والله ما شاء الله بشكره مره واحد يتابعي منه. ايوه تمشي يديكي فيتامينات مقويات. يعني حتى البيبي هو بيتغذى عن طريق الام. ده ذاته يعني محتاج فيتامينات ومقويات. يعني بالايكو يشوف البيبي هل هو في وضع السليم او البيبي ده يعني ما بيتحرك ولا كده. فضروري اصل الدول الثانيه يعني ما شاء الله تلقاها هي وزوجها واطفالها كلهم بيمشوا للطبيب. اكيد كان حست بالم بسيط كلها تمشي للطبيب وبشيفه بالايكو وتحكي له مثلا اكل كلها معين ده الطبيب بيتحرم منه. فتره الحمل بيقول لها الاكل ده يعني ما تاكلي لانه ما عادي للحامل. يعني ما زينا احنا الطبيعيين نقدر ناكل اي شيء. في حاجات معينه الحامل ممنوعه منها. وهل احيانا بتحصل حالات وفاه دي بيكون السبب في عدم العناية الجيدة؟ والله هو حالات الوفاة اللي قلت يعني بتحصل ده يعني كثير. كي أنا بشوف النقطة الأولى والأخيرة المتابعة. المريضة هي من بداية الحمل ده تكون متابعة مع طبيب. أحيانا ما عندها دم. أيوة نسبة الدم الدكتور يشوف لها تحاليل. يعني لو كان دمها 7 ما ممكن أنها تلدم. ممكن الدكتور يعطيها فيتامينات مقويات يديها زيادة دم إبر. زيادة الدم. فبكده تكون عندها قدرة دمها يكون 12-13 تقدر توصل يعني لحالة الولادة. لكن إن هي تجي لك في آخر مرحلة ده حتى الطبيب ما تقدر ينقصها. شنو أهم النصائح ممكن تقدميها للنسوان خاصة في الريف؟ والله المتابعة ثم المتابعة المتابعة. تابع عند الطبيب ما في غير المتابعة. المتابعة ضروري منها. والولادة في المنزل ده خطورتها كبيرة جدا. فضروري تكون تلدي في مستشفى، تكون عندك طبيب معين وتتواصلي معاه طبيبك ويديك التعليمات والنصائح. دكتورة بعض الأحيان النساء هم بهموا الأشياء دي. فلابد الزوج يتدخل ولا كيف؟ ممكن لو الزوج يعني ينصح زوجته إن لا تمشي الدكتور يعني تابعي مع طبيب معين. ممكن هو ياخذها يوديها المستشفى ويسوي فحوصات وكذا يكون معها حتى اذا بديها معنويات كده يعني. فضروري منها حتى الزوج يكون واعي في النقطه. للاسف بعض الرجال بيقول والله شغلها اشغلك خلي بس شغلك شنو ما انا عارفه ما بيهتم يعني ما بياخذ خطا كبير بشكل يعني يعني كويس. يعني الله يهدينا تشادين ده في حاجات واحدة يعني ما بنفكر نقول لا خلاص قبال ده يعني فلاني ولدت كذا وكذا خلاص نحن بنشوفه اللي قدامنا بس. أيوة بعد الخسارة بعدين بقع في الخسارة الكبيرة أكبر. ممكن نفقد الجنين ممكن نفقد الأم. أيوة ده كبير مرة واحدة يعني في تشادين كثير يعني حالات الوفاة قاعدة بتصير. ده كل المتابعة الإهمال. يعني الولادة في المنزل ده كلك يعني قاعد بسبب حالات وفاة كثير. لكن دول البرة توا يعني تلقاها من بداية الحمل تمشي للطبيب مرات حتى من قبل ما تحمل. أكيد تمشي للطبيب تقول لي يا دكتور أنا كذا كذا تشكيلية
بديها علاجات وبديها مقويات، مرات بديها حتى منشطات. ايوه بشوف مشاكلها شنو، عندها ضغط سكري، بتابع معها من بدايه الحمل. دكتوره المتابعه تكون من الشهر الاول ولا في شهر 3 أو 4 شهور تمشي المتابعه؟ لا والله، هي مجرد ما انها حصلت باعراض الحمل كده المفروض تمشي تتابع عند طبيب من البدايه. ايوه، يدير لها تحاليل لو هي حامل، مبروك انت حامل، ويديها علاج ويديها مقويات من بدايه الحمل لحد الشهر التاسع. لحد ما تلد، حتى بعد الولاده، لان الام تفقد قدرتها، فهمتي؟ بتفقد يعني ما خلاص فيتامينات كذا، الجنين بتغذى عن طريقها، فالدكتور بديها مقويات، بديها منشطات، فبتشد يعني حيلها شويه. خاصه بعض النساء فتره الحمل ما باكلوا عادين، بيجيهم مضاعفات، تمرض فتره طويله مره واحد. صح، تحتاج الدكتوره. ده اكيد هنا في الاماكن المتحضره في المدن، فالناس كثير قد تشيل الاشياء دي بعنايه شديده. لكن حتى في البدو اسا في مراكز صحيه قاعدين بسهوله صغيره جنبهم، غير ان عدم الوعي ربما يكون يعني مشكله او عائق قدامهم. وده دور الممثلين، هم كمان يقدروا يقدموا التوعيه على اساس انه دي اهميه ولازم المفترض انه يلتزموا بها للحفاظ على صحه الام والجنين. فهي ما للممثلين، حتى الاطباء والقابلات هم اللي يوقوا النساء. كان واحد جا تقول لها مشيتي لجايرك، كان هي غلبانه لابد تمشي المستشفى عشان تتابعي، فشيء ضروري لابد منها. فالطبيب بحد ذاته هو يعني يقدم رساله، كان هم قبل حجي اكيد. صح، فعلا محتاجين برنامج زي الاليكو ده عشان يوعي الناس. نانو المرضان كان فايل لفتان ده، هم يسمى الدكتور اللي يسمى نانو نفس المرض ده كهرباء قباله ده، هو يسمى زياده. ما في مثل بقول قال اسال المجرب ما تسال الطبيب. ده خطا، انت يعني اسا انت يعني صحتك مع صحتي انا ما سوا، قدرتك مع قدرتي انا ما سوا، عمرك مع عمري انا ما سوا، فده مشكله يعني. انت بس شفتي قبلك خلاص سوا، وحتى بقول لك يعني البيبي الاول مع البيبي الثاني مع الثالث ما سوا، كل بطن عجبها يعني، كل بطن وكل صغير. وواحد مرات تقول لك انا والله البيبي الصغير الاولاني ده ولدته ده ما تعب زياده، اي الصغير الثاني ده والله تعبني. فشفت كل، والعجيب انه في احيانا النسوان تلد الاول والثاني والثالث طبيعي، وممكن الرابع يجي بعد عمليه. ايوه صحيح. حتى العمر كله له دور، مرات مرأة دي تكون عمرها كبير ودي تكون عمرها صغير. ايوه، حتى مرات تكون، فنحن هسه في عندنا يعني بنات يعني بلده ممكن عمرهم 15 16 سنه. ده مشكله صحيح. ده ذاته يعني بحتاج لمتابعه وحيده يعني خاص. ما انا من نفس انت ولدتي فوق مثلا عمرك 30 40 يعني تختلف. ال 15 16 سنه، فالحجم حجم المراه او وزنها كان تقل، ده ما ياثر فيه؟ ياثر جدا، بالذات البنت يعني تكون بكيريه ذهب عمر 15 16 سنه، ما عندها خبره، ما بتعرف يعني في المواضيع زي دي، عشان ليه بودوهم لامهاتهم. ايوه. وبتكون يعني ما عندها خبره، وحتى البكيريه مع الوالد قبل يعني ما نفس الشيء اكيد، ممكن حتى الرحم بكون يعني متعود قبال ده يعني، والوده دي اول لها، تحتاج وقت حتى تلدى، وحتى بدور توعيه نصائح. ايوه، متابعه مع الطبيب. انتوا كساشفه بكون عندكم حوار مع المريض لما اول ما تجي ليك المريضه، بتكلميها بتوعيها بتتكلمي معاها ولا حدود العلاج وخلاص؟ والله انا بالنسبه لي، انا بتكلم عن نفسي ما بقدر بتكلم على اي حد، انا بالنسبه لي بعاملها يعني معامله، ان هي يعني بتحتاج لكلمه، تحتاج لتوعيه، تحتاج ل يعني المريضه تفهميها شنو يعني الشيء اللي هي محتاجاه والما محتاجاه تفهميها يعني، فهمتي؟ يعني حتى المعامله كلها لها دور. المريض مرات يجي مريضه مرات تيجي هي نفسيتها تعبانه ومن الحمل وكذا، مرات تلقى اسلوبها الممرضه صفر، بتزيد عليها ياثر مره واحد ياثر. شكرا زهور، بارك الله فيكي، نتمنى لك المزيد من التقدم. شكرا لكم.